هذا سلمكم الله في سنة من السنين، أنا طبعا معلم، أنا تعينت عام 21، ما دخلت منطقة اللي هي مكة إلا عام 1432، يعني 11 سنة تنقلات. بالضبط، كانت مفيدة لي التنقلات هذه واستمتعت فيها وتعرضت لشرواكم. أي المهم، في منطقة من المناطق سكنت في أحد الأحياء، حي زي الشعب يعني شوي، وكنت جار المسجد، بيني وبين المسجد تقريبا شارع 10 متر، أنا في صف المسجد كذا، المسجد هنا وأنا هنا. يا سلام، شارع 10 متر. وكنت أنا درس في مدرسة، أطلع بدري أحيانا، فإذا جيت البيت أتقهوى قبل الظهر، لو نمت طلعك صلاة الظهر، فأجلس شوي إلى أذن المسجد أصلي وبعدين. وذاك اليوم جلست في البيت تقهويت سولفت غلقت والأذان ما أذن، طالع والوقت غلق والمسجد قلت ها كذا الكهرباء، أحيانا المسجد تنقطع الكهرباء فيها، المربع كذا الجنب ذاك. والله توضيت وطلعت، قلت بحصل لي جماعة إن شاء الله يصلون لنا. وبالفعل دخل، طبعا المسجد من المساجد القديمة، حوش كذا ثم تدخل جوه المسجد المبنى. يوم دخلت ولا بالفعل توقعي صحيح، الكهرباء طافي في المسجد وفي جماعة يصلون سابقيني ركعتين أو كذا، واحد يصلي واثنين خلفه أو ثلاثة، وفي اثنين عمال هناك شغالين في حاطين سلم ما أدري وش عندهم. ويوم دخلت في الصلاة واللي أسمع صوت واحد يقرأ قرآن بطريقة يعني صراخ صارخ، أنا غفور رحيم، براس عرفت أنا مجنون مو طبيعي هذا، وأنا أقرب واحد له وأصلي والله أعلم ما بصلي، ولا ودي أخر الشماغ كذا وطالع يكون هو منتبه لي فيتنبه لي بعدين، وأصلي وحنا نصلي وهو الصوت صار يقرب يقرب يرتل ويقرب، والله إني أتوقع الضربة أتوقع، ولي أسمع ذاك الصوت يقول قم بالانفجار، كسر القزاز حق الباب، وأسمع صوت طشة القزاز مع صوت ذاك تقامزنا كلنا عاد الله المستعان. وشوي سلم الإمام، أنا قمت أجيب الركعة أنا مسبوك، فصار الإمام يطالع في الخلف كذا وفي شيء قاعد يشوفه، والشباب ذول يطلعون والعمال ذول يطلعون، وأنا أصلي ودك تطالع بس ما شوي، واللي أنا في الحالي في المسجد لا عاد أسمع صوت المجنون هذا، والمسجد مظلم كذا غير نارة طبيعية من الشارع وكذا، وسلمت وطالع واللي القزاز متنثر ودم في البلاط برا، أنا والله خرجت وأنا خايف، قلت هذا الحين يقعد لي بخشبة ولا بحديدة ولا بعدين مشكلة، الله يعافينا وياك، المجنون ذا أو مريض نفسي ما تدري ما تتوقع وش يسوي. قريبة يا نور تتفق معها أنت. أنا عارف قصدك إيه. لكن أحسن. خرجت أنا من المسجد الحين أصبر ما أغلق السالفة. خرجت من المسجد وأنا والله متحسس إلين وصلت على الشارع العام، الباب اللي خرجني على الشارع، ظهر الحين شمس، ظهر الساعة 12:30 بدي وحدة، واللي هو جالس طبعا هالمسجد هنا وبيتي هنا هذا الصف كذا مضبوط، وهنا الشارع، وهو جالس على الجدار هناك في جدار مقابل لي، مقابل بيتك، مقابل قبل البيت بشوي يعني، حتى لو بركض ما يمديني يلحقني، وهو جالس بالطريقة يعني الله يعافينا زي التشنج جاء كذا ويطالع قدام، وهو كذا مع أصحاب البشرة السمراء كذا وطويل يعني حتى ما ينقدر، وبعدي من قدامه ذحين اللهم سلم يعني خايف اني اي حركه بتجي، ولا ودي اني اطلع كذا قدام الناس يعني ما المهم، واتعدى وعيني من وطالع، عديت وصلت البيت الحمد لله وسكيت الباب، يعني يفترض اني انا خلاص انتهت السالفه، لا انا اشتغل عندي الحس الوطني كذا، لان هذا وقت صرفت بنات المدارس، والباص باص المدرسة يوقف عند محله بالضبط، كنت تقول قاعد يتحراهم، فطلعت الجوال ودقيت على الشرطة، سلام كيف الحال إخوان، احنا في موضوع كذا وكذا عند الحارة الفلانية، فين موقعك ايش اسمك كذا، خلاص انا انتهت مهمتي الحمد لله وقاعد اتغدى، ما دريت الا يدقون علي الدوريات، تعال وين انت الاستاذ سلطان، قلت ايه، قال انت اللي بلغت، قلت لا، قال الدورية عند الباب يتحرك جيهم يبغاك يبغونك تعطيهم بعض المعلومات، عسى المجنون في الدورية اي لا لا ما
الحين انا المجروح في محله ما تحرك، وهم انا قلت لك المسجد هنا وبيتي هنا وفي بقاله هناك، فانا بتعدى كذا من قدام المجنون، بتعدى المسجد واروح للدوري، حتى لو جو عند البيت واقفين هناك، والشارع كله امتلى من طلاب ينصرفوا الحين، والمدرسه والشارع مليان. وخرجت يوم طلعت انا احسب اني راح اثر وقاعد في محله، يا رب يسلم، بس واروح لين عندهم، وصلت عند الدوريه وهرجهم وايش صار ايش ما صار، وانا طالع فيه هو شايف الوضع دحين، دار ان انا اللي مبلغ وانا اللي جايب الدوريه وانا اللي لميت الناس عليه، وساكت ما تكلم. فانا قعدت عند الدوريه شوي اهرجهم كذا، اخذ مني بعض المعلومات، بغيت اقول لهم وصلوا لي البيت، لكنها ما هي حلوه في حقي انا. والحين ماشي والشارع مكتظ، يعني الواحد يجي اي مشكله ما حد شاف ترى تمشي، لكن طلابك ما رنوه قدام طلابه، طيب وصفلت مي زينه الحاله ترى عادي. المهم ويوم وانا ماشي رايح والله اني متوقع الله، قلت يكفيني شر، قلت هجوم اي بيعافرني دحين، وسفلت زي النار حار. ويوم وصلت والله يا اخوان هذاك يوم وهذا يوم، يوم وصلت وزانه بالضبط بالضبط، وانا عيني هنا ومتحسس لاي حركه، ويوم وصلت وزانه بالضبط هو يقمز كذا ويرجع ويسحب له ماسوره من الارض، اثر دافن له حديده مدري ماسوره يزرب نفسه ما يحتاج. ايوه انا فجعني، انا ما بيني وبينه اللي يمكن زيكم كذا قريب رجال الدوريه، بغيت احط رجلي لكن تلزم الله فيه، عدني قمز كذا قمزه بسيطه لكني تلزم الله فيه، وسلمت الحمد لله ورجعت البيت وسلمت. بس انا قعدت افكر في وضع هذا المجنون، وافكر ليه شال الحديده دافنها، قلت يمكن هو اصلا خايف، يعني خايف من ردة الفعل وكذا، قلت يا شاهد دل عني تراني عنك منحاش، تراني عنك منحاش. اي أيوة والحمد لله وسلمنا ورجعت قواعدها سالمه. طيب وصار عليه هو مسكوا الدوريه بعدين، دقوا على اخوه جاء وسالفه، ورجع ثاني مره الى ان سمعت انه توفى رحمه الله عليه. الله المستعان قديمه كلامه. الله يعوضه بالجنه. الحمد لله سلمنا. الله يعوضه بالجنه. اقول خايف بك هو. هو خايف مني انا، يوم سحب المصوره دفاع النفس.